مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. اليوم عندنا شرح نموذج أسئلة نصف السنة لمرحلتكم الدراسية. تعالوا حتى نبدأ الدرس. بالبداية راح تجيكم قطعة تقروها وترجموها، وبعدين تجون تحلون الأسئلة. تعتمد حل القطعة الخارجية على فهمكم للمعنى العام للقطعة، يعني على المعاني. زين، لنفترض انه انتم مو كلش جيدين بالمعاني، بامكانكم تقرون الاسئله وتتبعون الاجابه بالقطعه. زين، راح نبدي هسه قراءه القطعه الخارجيه. My father, little sister and I went to a picnic. ابي واختي الصغيره واني went ذهبنا الى نزهه بالمتنزه. We saw a big balloon at the picnic. شفنا بالون كبير، اللي هو المقصود هنا نبي منطاد. It was a hot air balloon. إنه بالون يعني منطاد بهواء حار، يعني المنطاد. It had many colors on it. فيه الكثير من colors يعني الألوان. It had a big basket on the bottom. Big basket يعني بسلة كبيرة. On the bottom يعني بالجزء الأسفل. People could ride in the hot air balloon. الناس بإمكانها أنه ride يعني المقصود بها تركب إلى المنطاد. It went high in the blue sky. هو ذهب high عاليا في السماء الزرقاء. My sister wanted to ride in the balloon. My sister, أختي أرادت أن تركب وين بالمنطاد. She was too young, كانت جدا صغيرة, to ride in that big balloon. حتى تركب بهذا البالون الكبير. يعني هي كانت كلش صغيرة على أنه تركب بالمنطاد. My father bought her a little red balloon. أبي اشترى لها بالون أحمر صغير. To play with. حتى تلعب معه. She liked her red balloon. هي حبت البالون الأحمر. والبالون هو مثل النفاخة. أوكي. لكن هذا لأنه هو بـ hot air. يعني بهواء حار. فصار معناته منطاد. زين. خلونا ننتقل إلى الأسئلة. Where did they see the big balloon? Where أداة استفهام بمعنى أين. أين رأيت البالون الكبير؟ مطينا خيارات. At the shop, at school, at the picnic. شافوه بالمحل، لو المدرسة، لو البيكنيك. الجواب البيكنيك. وهياته الإجابة. أوكي، فرح نختار at the picnic. Why couldn't the sister ride in the hot air balloon? لماذا the sister الأخت لم تستطيع الركوب بالمنطاد؟ الخيارات: The basket was too small. الباسكت المقصود به المكان يعني السلة كانت جدا صغيرة. She was too young. هي كانت too young يعني كلش صغيرة بالعمر. The hot air balloon went high. المنطاد ذهب عاليا. طبعا الجواب هو بي. ليش بي؟ لان هو هنا قاي she was too young to ride in that big balloon. انها كانت صغيرة بالعمر حتى تركب بالبالون. Why did the father give the sister a balloon? لماذا الاب اعطى للاخت الصغيرة بالون؟ To ride in it حتى تركب عليه. To play with it حتى تلعب به. To give it to me لكي تعطيه إلي. خطأ. طبعا الجواب هو B. مثل ما قلت لكم الأجوبة تعتمد على فهمكم للمعنى العام للقطعة. How many people went on a picnic? How many كم عدد الناس اللي ذهبت إلى البيكنيك؟ One only واحد. Two people أو three people. الجواب هو three people. ثلاث أشخاص. شلون عرفت ثلاث أشخاص؟ My father واحد و little sister اثنين و I ثلاثة.
يعني دا يقولش كم شخص راح للسفرة. احنا مو قلنا بداية القطعة، قلنا أبي وأختي الصغيرة وأني، إذن ثلاثة. My sister wanted to ride the، أختي أرادت أن تركب red balloon، بالون أحمر، blue balloon، بالون أزرق، colorful balloon، بالون ملون. طبعا الجواب هو colorful balloon. ليش؟ هنا مكتوب it had many color on it، هناك الكثير من الألوان فيه. انتقلنا إلى question 2. question 2 راح يكون عن textbook. التكستبوك هي القطع الاستيعابية اللي عندكم إياها بكتاب الطالب وكتاب النشاط. زين، راح نبدي نقرأ ونترجم. How long has Mr. James worked in the cafe؟ طول المدة اللي كان يشتغل بيها مستر جيمس هي 10 years، for 10 years هي 10 سنوات. هنا خيارات وممكن ما يجيبها خيارات، انتو تكونوا لازم حافظيها. How long has he lived in Ashbay؟ طول المدة اللي هو عاش في Ashbay. Since he was born، منذ أن ولده. Why is it important to be fit؟ لماذا من المهم أنه نكون رشيقين؟ Unfit people cannot enjoy life، لأن الناس الغير رشيقين لا يستطيعون أن enjoy، يعني يستمتعون بالحياة. Exercise is good for you، you can get fit. التمارين جيدة، بإمكانك أنه تكون رشيق. الجواب true. How many countries took part in the Olympic Games in 2016? How many، كم عدد الدول took part اللي شاركت بالألعاب الأولمبية سنة 2016؟ More than 200 countries، أكثر من 200 دولة. How often do the Olympic Games take place؟ How often يعني كم مرة تحدث الألعاب الأولمبية؟ Every 4 years، كل 4 سنوات. زين، تعالوا ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث قواعد. Start a new magazine، suggest، شرح موضوع suggestion، الاقتراح أنا شارحته. Why don't we، هو محدد الأداة، تصير Why don't we start a new magazine؟ Why، لماذا لا نبدأ magazine؟ وهنا علامة استفهام. زين، keep medicine out of the reach of children. keep medicine يعني أبقي الأدوية بعيد عن متناول الأطفال. rewrite the sentence using should أو shouldn't، أعد كتابة الجملة باستخدام should و shouldn't. أيضا شرح should و shouldn't راح تلقوه موجود عندكم بقائمة التشغيل الثاني. شو تصير؟ You should keep medicine out of the reach of children. عليك أن تبقي الأدوية بعيدة عن متناول الأطفال، واستخدمت should بناء على المعنى. Express your like concerning cooking، عبر عن نفسك بأنه أنت مهتم بالطبخ، تصير I like cooking، أنا أحب الطبخ، باستخدام like. I love cooking أيضا. I فراغ walk in my park when I saw my brother. Put the verb into past continuous tense، الفعل خلوه في زمن الماضي المستمر، راح يصير was walking. طبعا انتو راح تعيدون الجملة كلها I was walking وتكملون الجملة كلها، يعني ما تكتفون فقط ب was walking، لكن أنا اختصرتها لكم. زين، 5. I فراغ go horse riding a lot but now I don't have horse، شرح موضوع used to. أيضا use the correct form of used to، استخدموا used to، تصير I used to go، شرح موضوع used to أيضا راح تلقوه بقائمة تشغيل الثاني.
فاعل، بعدين used to، بعدين وراها فعل مجرد. Pain, hair, has, ear, ندى, and put the words in the correct order. ضع الكلمات بالترتيب الصحيح. تصير نادية has a pain in her ear. نادية لديها ألم في أذنها. انتبهوا، ترتيب الجمل يعتمد على مستواكم باللغة الإنجليزية. نادية has، لديها، نادية فاعل، بعدين has فعل، بعدين a pain يعني ألم، حرف جر، her ear يعني أذنها. In her ear، نانة جاية مفعول به. زين، choose the suitable choice، اختار الجواب الصحيح. I have got too many or too much books. بس تشوفون هنا جمع، معناته راح اختار many، يعني many تأتي مع المعدود، لكن much لا تأتي مع المعدود. My father wants me. شرح موضوع wants، أيضا أنا شارحته على السبورة. want وراه يجي ضمير في حالة المفعول به. زين، my mom، هي moms بهالشكل لو بهالشكل. car is blue. ملاحظة مهمة، ما طول هنا أنا عندي مفرد، جملة مفردة، فرح استخدم التملك اللي يكون هذا شكلها، الضمة يكون قبلها. موضوع التملك مهم. I'm hungry. I haven't eaten anything since law for last week. استخدام since for، أيضا أنا شارحت استخدمت since لأن عندي مدة محدودة، يعني بداية الحدث عندي واضحة منذ الليلة الماضية، فاستخدمت since. I would like to go swimming، لأنه go يأتي بعدها اسم الرياضة بها ing. زين، we walked quickly like quick. quickly، نعم هنا ظروف الحال، شرح موضوع ظروف الحال. هنا شرح موضوع الأفعال اللي تأتي مع الرياضات. زين، هسا عندنا فوكابولاري، معاني راح نربط اي ويا بي. grilled راح اربطها مع دي، هو cooked under strong heat. grilled يعني مشوي، مطبوخ تحت درجة حرارة عالية. fried مقلي راح اربطها ويا سي، cooked in hot fat or oil، مطبوخ بزيت حار. beef هو the meat of a cow، هو لحم البقر، هو beef. bake it هو e، cooked in an oven، مطبوخ بالفرن. lamb هو b، the meat of a sheep، هو لحم الخروف. انتقلنا الى سؤال اخر. happy عكسها sad، win عكسها lose. مهم جدا ذني تحفظ. go صارت going، walk شو تصير؟ تصير walking. homework تختصر بهذا الشكل، و second تختصر بهذا الشكل. noun تختصر بهذا الشكل، n معناتها noun اسم، و v معناتها verb. fit فتر، هنا أنا مقارنة، وليزي تصير ليزير، تقلب الواي إلى آي لأن قبلها حرف صحيح. A word meaning frightened، كلمة معناها خائف هي afraid. زين، هنا أنا عندي تنقيط، احنا قلنا تبدأ بحرف كبير، هنا أنا لازم تكون عندي كوما، لأن هنا أنا مختصرا do not اختصرناها. هنا تتذكرون الموضوع اللي شرحناه مال سيد، قلنا الجملة اللي قبلها تكون بهذا الشكل، تكون تحت علامات الاقتباس، وبعدين نقطة. علي أيضا يكون حرف كبير وبعدين نقطة. أيضا أنا شرحت لكم التنقيط. زين، هسه عندنا أسئلة عن الستوري تايم. In which city are Jad and Johnny؟ لندن، هما في لندن. The minibus can turn into a boat،
الميني باص ممكن انه يتحول الى قارب ترو. The aliens arena can be seen from space. ممكن نشوف هذا المكان اسمه aliens arena من الفضاء. الجواب false، خطأ. عزيز plays football for his school team. عزيز يلعب كرة قدم لفريق المدرسة. true، صحيح. Why was Stonehenge built؟ لماذا بنيت Stonehenge؟ هو مكان مشهور، هذا اسم مكان مشهور. بنية to study the sky، لكي يدرسون السكاي يعني السماء. Some people think Stonehenge wasn't built by humans. البعض يعتقد بأنه هاي الصخور ما انبنت بواسطة إنسان. Who do they think built it؟ من يعتقدون أنه بنيت؟ Giants، عمالقة، or magic، أو بالسحر، or by aliens، أو aliens يعني رجال الفضاء. بعدها عندكم writing، إنشاء. Write a story about your most embarrassing moment. كتبوا إنشاء عن لحظات حرجة، أو كتبوا إنشاء عن sick friend، عن صديق مريض، يعني صديق مريض. تدور تدزون رسالة وإحنا كاتبين إنشاءات موجودة عندكم، راح تلقوها حسب الصفحة بكتاب النشاط. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.